يقال إن البدايات دائما ما تكون صعبة، لكن بداية هادئة وبسيطة وملتزمة ستكون حتما سهلة لو جرى تنفيذها في المكان الصحيح. في مدينة الناصرية أول مقهى عائلي يديره الشباب والشابات، ويرحب بجلوس النساء، ويفتح بابا للقراءة والتشجيع على اقتناء الكتاب. حلقة جديدة من ضوء بيننا ستأخذكم في جولة في هذا المقهى. مكان أو متنفس للعوائل الذيقارية في محافظتنا تكاد معدوم هذا الجانب. أكو مطاعم، أكو أماكن ترفيهية عامة، بس ما حد فكر إنه يفتح مقهى عائلي، إنه العوائل ممكن تكون إنها متنفس، مكان هادئ ومريح. بالإضافة إلى أنه هو المكان كمقهى، أضافة إلى أنه هو مكان ممكن يكون مكان للمطالعة والقراءة، وقد يكون الجمهور العام، الجمهور الذيقاري، يحضر حلقة من حلقات الكتب أو حلقات الثقافية اللي ممكن راح نعملها في المقهى. يعني احنا بالبدايه واجهنا صعوبات، بس هي الصعوبات اللي يواجهها اي مشروع طبيعي يعني قائم، وخصوصا فكره جديده بهيك مجتمع. لكن المهم مثل ما ذكرت بسؤالك، انه وين انتهى بالشكل اللي تشوفونه والاقبال اللي يعني من الناس عليه. ان شاء الله يعني ان شاء الله مسيره النجاح واكمال مشروعنا على اكمل وجه، لان احنا يعني هسه بالخطوه الاولى من المشروع، بقت يعني حسابات اقتصادية، كلف تشغيلية غيرها، على مود ننطلق بالمشروع يعني ليفل واحد، مستوى واحد. الحمد لله احنا نقول حققنا نسبة، ما نبالغ بنسبة النجاح، لان عندنا هواي تطوير على المشروع، هواي افكار عندنا، فلحد الان نقول واصلين 50% من نجاح المشروع، وهاي نسبة جدا عظيمة بالنسبة للفترة اللي انفتح بها المشروع الى الان. في مدينة الناصرية حرص الشباب الذين شاركوا في تأسيس هذا المقهى أن يكون بحجم المقبولية المجتمعية في تلك المدينة، وأن يتناغم مع متطلبات ريادة النساء والفتيات إلى المقهى في ذات الوقت الذي يحترم فيه الخصوصية العائلية، وأن يكون بوابة ثقافية في آن واحد. عدة أهداف يحاول هؤلاء الطامحون أن يختصروها في مقهى. كثير برتاح نفسيا، يعني بحس اني مبسوطه من الداخل اني انا لما بجي لهون، لانه كل شيء متوفر هون، وللناس لما بتشوفها بتحس بشوشه، يعني بتضحك حتى لو هي كانت متضايقه من داخلها، بس هي بتضحك، يعني بتحس انه لازم تجبرك انك تجي. نعم زين، انت قلتي انا سمعت قريت اعلان على الفيسبوك، واجت شو مكتوب بالاعلان، يعني شنو اللي لفتك لهذا الموضوع؟ كان مكتوب انه فتاه تخالف القوانين والمعتقدات والتعصب وهدول الشغلات وفتحت مقهى. ايه؟ فانا ايش كاتبين عن المقهى؟ يعني فتحت مقهى بس مقهى خلاص؟ ايه مقهى ثقافي. ايه؟ وعائلي. نعم. مقهى عائلي يعني. ايه؟ فانا لفت لي هذا الموضوع مباشره، لانه انا ما كان قبل ما اقرا هذا الموضوع، كنت لي شهرين بس بالعراق. نعم. وانا كنت متعوده عايشه بالامارات، كنت متعوده اني اطلع وفوت، وكان تحرر. نعم. فبالنسبه لي لما اجيت لهون انا على الناصريه، يعني اختنقت تعصب لدرجه مو. نعم. فلما شفت الاعلان دغري جيت على المكان. ايه؟ جيت لقيت المكان مثل ما مكتوب عنه، لو لقيت اشياء احلى بكثير. ايه؟ طيب شنو رايك بهاي المبادره؟ يعني المفروض يعني الناس نتمنى اكو ناس غيرهم يسوون هيك مبادرات بالمحافظات العراقيه او بالناصريه مثلا بعد 3-4 مكانات. طبعا انا بتمنى لكل المحافظات انه يساووا مثل صابين، لانه فعلا كانت جرأة كثير كبيره انه ساوت هاي الشغله، وانا بتمنى لو كمان اني انا اساوي افتح مقهى. الأصل أن مجموعة من الشباب عبرت عن ثقتها في نفسها وفي رجاحة هذه الخطوة
التي بدت لأول وهلة أنها خطوة بسيطة وربما غير مهمة، لكن المقهى صار منصة للتبادل الثقافي ومتنفسا للتغيير في مدينة يراد لها أن تبدو وكأنما روح التزمت تهيمن عليها. شباب عمرهم ما تجاوز 30 قدروا انه يتبنون فكره، فكره قد تكون بالمحافظه على مستوى المحافظه فكره عظيمه وجريئه، انه انت تفتح مكان كبير، مكان راح يتراودونه اشخاص، مكان راح ينتقد كثيرا لكون مثل ما عرجت انه قد يعتبر البقيه انه هو مكان ترويج للاختلاط، مكان ممكن انه يكون بادرة خير على الشباب انه يتبنون هيك مشاريع بدون خوف. زاوية الكتب اعطت للمقهى الطابع الثقافي الذي رغب به اصحاب المبادرة بانشائه، مكان جديد تتنفس فيه الثقافة وفرص القراءة والاطلاع، ويمكن للنساء فيه أن يتلامسن مع معروض الكتب بسعة أكبر مما هو متاح في أسواق المدينة. هذه الكتب شراء إهداء جتي للكافيه، شنو هي الاستعارة؟ نعم. الاستعارة الخارجية للداخلية، شنو موضوع المكتبة؟ طبعا هي المكتبة واحدة من النشاطات الثقافية مثل ما ذكرت، نشاط ثقافي داخل المقهى هي للاستعارة الداخلية للمقهى. طبعا أنا جبت مكتبتي الخاصة اللي بالبيت خليتها هنا على اعتبار أنه ما سمحت، يعني مادتنا ما كانت تكفي لشراء كتب، وكتب قيمة صراحة أنا مجمعها على مدى أشهر يعني، فجبت مكتبتي الخاصة بالإضافة إلى بعض الأصدقاء اللي أهدوا يعني كتبهم الخاصة إلى تشجيعا لهذا النشاط. مثل ما تلاحظ يمكن اكو يعني المكتبة على شكل كلمة اقرأ، يعني احنا اختارينا هذا الديزاين على مود تكون هاي الكلمة انطلاقة للدافع للي او هي للزبور. تشرح موضوع الكلمة المكتبة عفوا. فبدينا يعني بكتب بسيطة، تقريبا انا جبت 80 كتاب من مكتبة الخاصة، صديقنا موجود هنا ويانا اليوم تبرع ب 20 كتاب، وصديق اخر حاضر غايب بيناتنا 20 كتاب، بعض الصديقات اللي كتاب او كتابين او ثلاثة او خمسة، صراحة ما اريد اذكر اسماء على مود لا تنسى احد. لا انسى احد. بعض الهدايا اللي اجتنا مثلا المصباح اجانا من صديقتنا من سافرت لتونس، الشهادة من سفراء النوايا الحسنة. اكو طابع عشائري وتقاليد وعادات، انه ما يصير انه هي تكون بمكان مختلط او كذا، او انه الفكره انه تكون انه الرجل والمراه يكونوا بمكان واحد بنفس الوقت مطمئن عليها وبنفس الوقت انه هو مكان ترفيهي، يعني جمعنا بين انه يكون بدل ما يكون انه مكان رجالي فقط يكون نسائي فقط، ليش ما يكون هما اثنين بنفس الوقت، انه هو مو انا ذكرت بالنقطه الاولى انه هو مو بس مكان يعني مكان تقعد وعلى قولتهم قعده وونسه، لا مكان هم للمطالعه وللثقافه ومكان هادئ. لكن هل يتوقع الشباب القائمون على هذا المقهى المفتوح للنساء والعوائل أن يتهدد وجودهم من قبل أفراد ربما يرون أن التطرف هو السمة التي يجب أن تفرض على مجتمع الناصرية؟ ما أتوقع، إذا كانت رؤيتهم قاصرة فأي مشروع آخر ممكن يتوقع تدخلهم به، لأن النظرة القاصرة ما تشوف المضمون، بس إذا شافوا شنو مضمون هذا المقهى وإجوا وشرفونا وإحنا نتشرف بهم ونستقبلهم ويشوفون شنو الحركة اللي داخل المقهى من ثقافة من انفتاح، يعني ما نقول بالحدود اللي تتجاوز حدود الأخلاق، من يشوفون أكو ندرة من الناس يجون هنا لهم، يعني الناس اللي نقول عليهم أصحاب المبادئ، أصحاب الهدوء اللي طابعهم انفتاح فكري معين، ما اعتقد راح يمانعون اصلا او يستهدفونه او من هاي يعني
من هاي المفردات اللي ممكن تعرقل العمل الكوري. مجتمع الناصرية مجتمع يعتبر محافظ نوعا ما، فالفكرة تعتبر يعني بها تحدي ويطلب الأمر شجاعة ويعني نوعا ما عدم اكتراث حتى واحد يعني يكون من رواد المقهى ويشجع فكرة وجود هيج أماكن بالناصرية. واجهت نوعا ما صعوبة وعدم تقبل يعني سوء مو من الأهل، الأهل بالعكس كانوا جدا يعني داعمين للمشروع، يعني والدتي أنا دائما تجي لهنا، الوالد أيضا مشجع الشباب ويعتبرها فكرة جدا حلوة. عدم التقبل كان يجي من يعني مثلا مراسلتي بشكل خاص على صفحتي على الفيسبوك مثلا، يعني يتوجهوا لي انتقادات، يعني يبينوا لي انه هذا المكان غير لائق، لكن هذا الشيء كان يعني بنسبه قليله جدا. كل الآراء اجتمعت على أن هذه الخطوة ستدفع المجتمع إلى انفتاح غير مسبوق ولا سيما في المحافظات الجنوبية. حلقتنا فيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل. رواد المقهى يبشرون بأن التفاعل المدني والحضري في المدينة، والتي من الممكن للمرأة أن تكون عنصرا فاعلا فيها في حالة توسع وازدياد وتقبل من مختلف شرائح المجتمع، ليس صحيحا أن الأعراف ترفض تواجد المرأة في مكان مختلط طالما أن هذا التواجد يحترم ثوابت المجتمع ويتصرف بثقة عالية ومن منطلق معرفتها بحجم وجودها الأساسي المهم. الناس اللي ترتاد المقهى أنا أشوف أكثر طبقة هي طبقة الطلاب، أكثر شيء يعني طبقة الطلاب الجامعيين، أيضا الكثير من العوائل. أنا بصراحة يعني فرحانة جدا إنه أشوف هيك إقبال من هاي الناس على المقهى، يعني أكيد هو من كل طبقات مدينة الناصرية يرتادونه. يعني والأكثر شيء أحبه أنه أشوف العائلة، يعني الأب والأم والأطفال يجون لهنا. الاختلاط والحرمة، أنا أقول أنه هو المقهى عائلي وكلش صريح هذا الموضوع. عائلي معناتها أنه اللي راح تجي وياه، اللي راح تجي ويا الرجل أخته، زوجته، أمه، أقاربه، أو قد يكون حبيبته، قد تكون زميلته أو صديقته. الحدود موجودة، يعني موجودة وأكو يعني حواجز بيناتهم، هذه ما أقدر إنه أتطرق لها، بس إنه الاختلاط اللي ببال المجتمع ممكن إنه إحنا نروج إليه، لا أنا أقول هم خاطئين، لكون المكان مراقب من قبلنا إحنا ككادر، مراقب ككاميرات المكان. وإن كان الزبون إنه أنا أريده يأخذ راحته بالمكان، لا، من يأخذ راحته بالأشياء الممنوعة أنا عندي صلاحية ممكن إنه أقول له بلا زحمة عليك، هذه حدودك تجاوزت حدودي. هذا نوع من النشاطات اللي نمارسها داخل المقهى للتحفيز على القراءة. جيد. إنه يابا مثلاً أنت تنتظر شخص أو عندك وقت فراغ تقضيه، أو اثنين مثلاً إجوا يعني يرتادون المقهى دائماً يقرون كتاب أفضل من جلستهم، أو دائماً هذا يأخذون فاصلة من النت مثل ما يحدث بكل المجتمع. وبالمستقبل يعني راح تشتغلون على أساس مستقبل القريب توسعتها. القريب إن شاء الله عندنا فكرة إنه يكون هنا بيع الكتب واستعارة خارجية. وإن شاء الله بالأسبوعين القادمات، يعني اليوم كان عندنا اجتماع إنه نسوي حلقة قراءة، إن شاء الله راح تبدي، أو نادي قراءة هي الحلقة تناقش الكتاب المقروء من قبل مجموعة من الأصدقاء ولأعضاء النادي، وإن شاء الله راح ننطلق بهاي الفقرة. أيضا عندنا نشاطات ثقافية أخرى طور العمل عليها.
مكان للقراءة واللقاء لا يحظر وجود المرأة، وفي ذات الوقت يمنح المتواجدين مقبولية عائلية تبدو وكأنها ترتقي بمحددات المحيط التي يسرف البعض في محاولة التشدد فيها، حتى لو كان هذا في مدينة عراقية جنوبية. يقول عنها الجميع إنها مدينة محافظة. قدرت أنه أنفذ مشروع اقتصادي بفكرة هي تطوير المجتمع بجوانب اقتصادية راح تعود إلي. ما انتظرت حكومة أنه تعيني، ما انتظرت شخص يقول لي سوي، لا أنا من ذاتي أنه أنا أبدي خطوة، وعسى ولعل أنه ممكن الخطوات التالية ممكن أنه أنا أكون يعني حافز للشباب أنه يتحركون للأمام، ما ينتظرون شيء من شخص ثاني. هذه خطوة أولى نحو نادي قراءة تصير به مسابقات، هو كل المشروع يعني تشجيع للقراءة، ولكن ممكن القراءة الصحيحة اللي لما تقرأ كتاب تقرأ على مود تناقش، على مود تشرحه للناس، على مود شلون تفهمه، رأيك بالكاتب، انطباعك عن الكتاب، شنو اللي استفاديته من الكتاب، المعلومات اللي حصلتها. الشباب اللي بعمري اللي عندهم يعني تحفظات او يعني مترددين انه يرتادون هيجي مكان، احب اوجه لهم رساله، راح اقول لهم انه الفكره جدا طبيعيه، كل دول العالم بها هيجي اماكن، الوصمه الاجتماعيه على هيجي اماكن مو بالضروره تكون صحيحه، انت لازم تشوفه بعينك قبل لا تحكم، واكيد انت ما يصير مثل ما يقولون ما يصير تشوف بإذنك، فيعني أنت ما من تسمع على فد مكان تسمع عن آراء سلبية مو معناها هذا الرأي صحيح، المفروض أنت تكون عندك الشخصية والشجاعة والموقف أنه تجي، وشي حلو أنك تدعم مشروع قائم بشاب مثلك، يعني راح يتحدى الصعوبات، المفروض أنت تكون داعم ويعني تشجع على انه يكون يسوي هيك مشروع. احلامنا هي عباره عن رؤيه، مجموعه اهداف تتحقق، ولما نحقق هدف نبدي بهدف جديد، نبدي بشيء جديد. دائما نكون مثل المستقيم او مثل السهم، ما ان نقطه نهايه، لكن بدايتنا جميله مثل ما جاي يشوفون، وان شاء الله الافكار ما يعني ما زال انه اكو عقل بدا بفكره، هذا العقل من يموت يلا تنتهي هاي الفكره، تتضمن الأفكار اللي إن شاء الله بالمستقبل راح تشوفوها وتشوفها الناس من نشاطات ثقافية، من نشاطات اقتصادية خاصة بينا كمشروع تجاري، من نشاطات تجسد شخصياتنا إحنا، مثل ما شفتوا المكتبة مو من فراغ، نشاطات الثقافية، الحلقة الثقافية اللي راح تبدي بعد أسبوعين مو من فراغ، هاي شخصياتنا إحنا عكسناها داخل المشروع التجاري، أصلاً المشروع نفسه هو إجا من شخصياتنا بخدمة المجتمع، لأن إحنا هذا مسارنا بحياتنا. أشعر بأن المشروع ناجح نسبة ما، حتى والأشخاص اللي يعتقدون أنه الدين ضد الثقافة والتطور، أعتقده ناجح وممكن أنه احتمال كبير أنه ما ينغلق أو ما راح يتعارض لا حالياً ولا بالمستقبل. رواد المقهى أكثر طبقة دا أشوفها هي طبقة الشباب طبعاً، يعني من كلا الجنسين، ايضا اشوف هواي عوائل يعني الاقبال كلش زين على المقهى، انه يعني حتى حلو اشوف الاب والام والاطفال يعني يجون هنا يخلصون وقت، والحلو بالمكان انه يتيح الفرصه انه
العائلة تقعد تحكي ويا ناس يعني. هذا المشروع البسيط هو مثال لدعوة المجتمع إلى الانفتاح الملتزم والمبادرات التي تقترب من تمكين النساء وتطبيع مشاركتهن في دورة الاقتصاد والتأثير والتبادل الثقافي. موعدنا معكم في حلقات مقبلة من برنامج ضوء بيننا، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.